بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شهية هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء، فهي كالماء للغروس الجدد. هكذا قال ماري إسحاق السورياني. نشكر الله اللي بيدينا في كل زمان أمثلة لحياة القداسة والإنجيل المعاش عشان ننظر لنهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم، ومن خلال حياتهم نتعلم إزاي نحب ربنا ونجاهد زي ما جاهدوا، ونسمع عن كل ما هو أرضي ويجذبنا لمحبة العالم. والفيلم اللي هنشوفه دلوقتي أتمنى إنكم تستمتعوا بيه، وخصوصا إني تابعت كل مراحل إنتاج الفيلم. والحقيقة المجهود اللي اتعمل مجهود غير عادي من كل فريق العمل. كل فريق العمل كان منظومة رائعة تستحق الشكر والتقدير. أما عن قديسنا المعاصر الراهب يوسطس الأنطوني اللي اشتهر بحياة القداسة والصمت والتجرد والنسك الرهباني، في الحقيقة عاش أبونا يوسطس الأنطوني كغريب على الأرض، متطلعا ومشتاقا ليوم رجوعه إلى وطنه السماوي، فطوباه وهنيئا له بالسماء والوجود الدائم في حضرة الله وعشرة الملائكة والقديسين. وانتقل إليهم في 17 ديسمبر سنة 1976 للميلاد، الموافق 8 كيهك سنة 1693 للآباء الشهداء. ونشكر الله ونشكر قداسة البابا شنودة الثالث اللي سمح بإخراج جسد أبونا القديس يوسطس الأنطوني من مقبرة الآباء بالدير الطافوس في 30 نوفمبر سنة 1987 للميلاد. واللي قال عنه قداسته أبونا يوسطس الأنطوني يعتبر نموذج عملي لراهب القرن الرابع في هذا الجيل. كما سمحت العناية الإلهية أن أحمل اسم هذا القديس المعاصر الراهب الصامت يوسطس الأنطوني محبة وإجلالا لهذا القديس الذي ولد سامي يا بدويل.
سلام يا أم. أهلا يا نجيب، حمد لله على السلامة يا ولد. الله يسلمك. سلام يا أبوي. أهلا، إزيك يا نجيب يا ولدي؟ نشكر الله. إزاي أحوالك؟ وكيف حال أبونا معاك؟ وش عرفك إني كنت مع أبونا؟ وأنت بتروح حتى يا ولدي غير الكنيسة؟ الله يباركك يا نجيب. لكن ما تهملش أبوك يا ولدي، أنا كبرت والصحة ما عادتش تستحمل، وأنت الكبير يا ولدي، أنت السند. ويطولنا في عمرك. يا رب أنت عارف كديه أنا بحب أبويا وأمي، لكن أنت عارف برضيك كديه أنا بحبك. يا رب إذا كنت هقدر على اشتياق قلبي فعرفني طرقك وهون عليهم، وإذا كنت مش هقدر على الحكاية دي فعلمنا أكون عبد صالح ليك. ترى نجيب يا ولدي، أخك واخدك ورايح فيه. تعال اقعد بدل الوقفة دي. حاضر. تعال اقعد. سالفة الحتة دي وشوف القطانة أكون خدت الدواء. حاضر. حاضر يا أبوي. استنى، قوم انده نجيب الأول. من الصبح على لحم بطنه والدنيا مست علينا. حاضر يا أبوي. بارك انت يا ابو نجيب الاول الاكل، ولا تاكل على مهره. يا نجيب. اشكرك يا رب على نعمك الكتير وعلى عطاياك اللي ملهاش حدود. ما يجي ياكل معانا. انت عارف صح اني ولدك مش فاضي، سيبه على راحته. بيصلي صح؟ ما انت عارف نجيب يا ابوي وعارف حبه لربنا. على قد ما انا فرحان بحبه بربنا، على قد ما انا خايف لا يهملنا. يهملنا ويروح فين يا ابوي؟ قصدك يهملنا ويروح الدير؟ ما هو ده اللي مخوفني يا ام نجيب، انه يسيبنا ويهملنا ويمشي وانا ما حلتش غيره هو وفاس. يا ابو نجيب، ما هيكونش خوفك عليه قد خوفي، ولا حبك ليه قد حبي. انا اللي اشتلته في بطني، أنا اللي دمه من دمي، لكن نقول ايه، ما عنديش اغلى منه اقدمه لربنا هديه. يمكن لما يترهبن يبقى بركه لينا وللبيت كلاته. ربنا يقويه ويختاره يا ام نجيب. ما تقلقش يا ابوي، بس انت ادعي له. لتكن ارادته ومشيئته. يا رب انت عارف قد ايه انا نفسي اكون معاك، ما فرجكش واصل، لكن انا خاطي وبعرفش هتقبلني ولا لا. يا رب ارحم صنعة يديك، عرفني طرقك وفهمني سبلك. ارحم يا رب صنعة يديك. يا ابو يا ابو لا يول السواح، ما تاخدنيش اكون من ولادك، ولا انت يا بلطنس ما ينفعش اكون ولدك. منورة يا ام الولاد. خدي القرشينات دول تجيبي بيهم دقيق وتودي الكنيسة بكرة. ومنين القرشينات دول؟ ايه، اول رزق في المكنة الجديدة. اقول مبروك ازغرب. بس بقول لك ايه، نشيل منهم باقي قرشين احتمال نحتاجهم. ها ما انت اتخبطتي في دماغك ولا ايه؟ ليه؟ ده حق ربنا، وهو بعد كده يعيشنا ويأكلنا ويشربنا.
ودول كمان اول بيضات الفرخه اللي حدانا تجيبهم، هوديهم الكنيسه مع الدقيق بتاعك. انت مش احسن مني؟ الله يباركك يا ام الولد. يبارك فيك يا ابو نجيب. قطر رايح وقطر جاي والكل واحد، لكن مين ينزل المحطة دي ومين هيفطر؟ عارفش يا ترى يا رب هتكون محطتي فيها ولا هفضل قاعد كده. عايز اوصل ليك يا رب قبل ما توصل محطتي، خايف اتوه وملحقش اركب القطر اللي اخره ملكوتك، وخايف كمان اتوه في العالم وابعد عنك. يا رب ارشدني لطريقك، يا رب ارشدني لطريقك. مالك يا نجيب يا ولدي؟ مالك يا نجيب؟ قاعد كده ليه؟ يا ابوي خلاص ما قدرش ما قدرش. اتكلم يا ولدي فضفض. حصل ايه يا نجيب؟ قول. انا في حاجة من سنين جوايا نفسي اعملها وكاتمها، ما قدرش اقول لكم، لكن لازم اقول. ما تقولش حاجة يا ولدي، احنا عارفين كل حاجة وحاسين بكل حاجة. واني كمان عارفة. الله يبارك لك يا نجيب. خلاص يا نجيب، أنا مش عارف أقول لك إيه. خليك معايا يا أخوي، أنا ما أقدرش أهملك. يهون عليك تسيب أخوك، يهون عليك تسيب أخوك لوحده. بسرعة يا فارس. اللي مش كنت على طول اقول لك هيجي يوم اسيب ابوك وامك اروح لابوي وامي؟ انا كنت فاكرك عم بتهزر معايا وما كنتش بفهمك، لكن دلوقتي فهمت. هتوحشني قوي اخوك. بعدين مش وقت عياط. اسمع يا فارس، لو كنت صحيح بتحبني خد بالك من ابوك وامك، حطهم في عينيك واقفل عليهم، ارعاهم يا فارس.
نجيب يلا نجيب عشان نحضر القداس من اول تعال. ما هو يا ابو نجيب يلا يا فارس تعال تعال استناني استناني يا ابو نجيب همي همي يا ابو نجيب ما هو يا ابو نجيب يلا يا فارس هو لازم يا بوي نكون من اول القداس في الكنيسه واه لما باجي افصل لك جلبيه بلاقيك صاحي من فجر ربنا وبصحي البيت كلياته معاك انا بحب الحاجه اللي بتعملها بيدك واه الحاجه اللي بعملها بيدي بتفرحك ومش عايز تفرح باللي بيعمله لك ربنا في السماء ده جسد ودم ربنا نجيب ما هو يا نجيب مش ربنا قال بكروا الي تجدونني طب هو ليه اسمه قداس عاد اسمه قداس عشان بنقابل فيه القدوس تعال يلا هم يا نجيب نورتوا البرية ونورتوا الدير ربنا يخليك ايه اخبار الدير في بوش نشكر الله يا ابونا سلام يا اخ نجيب اهلا وسهلا الاخ نجيب الاخ نجيب من زرابي دير المحرق وجاي طلب بركة الرهبانة هنا ومعاه جواب من رئاسة الدير في بوش لابونا الرب طيب نبلغ ابونا الربيطة وربنا يعمل الخير أنا قريت الجواب عنك وعرفت عنك كل حاجة ولازم تعرف إن العيشة في الأديورة تختلف كلياً عن العيشة في بوش وأهل المدينة الرهبنة هي التعب من أكل الحبيب أكيد لما بقولها هيجويني عموماً إحنا نختبرك وإنت اختبر نفسك وربنا يعمل الصالح ربنا يسندني بصلواتك يا أبونا روح مع أبونا وهو يعرفك النظام وطقس الدير يحللني يا بون ربنا يحلك ويدبر لك امورك ويختار لك الصالح يلا معايا اخ نجيب اتفضل يا اخي نجيب ايوه يا ابونا ايه اللي انا سامعه ده اخت حلال يا جوز ابونا الحبيب هو اللي كان دايب وقطع في ايدي اسمع يا ابني انت تحضر التسبحه وتحضر القداس وتسيب الدير عشان خاطر ربنا يا جوز ابونا ما تحرمنيش من الرهبنه انا ما قلتلكش سيب الرهبنه انا بقول لك سيب الدير Thank you.
للغفران لذنبي، جيت أقدم لك حياتي طالع غفران لذنبي. يا أخ نجيب، يا أخ نجيب، اتفضل كلم أبونا الربيطة. سلام يا أبونا. أبونا قال لي إنك جاي من دير الأنبابونة، إيه اللي حصل؟ سبته ليه؟ أنا ما سبتوش يا أبونا، ده وأنا بدق الجرس الحبل اتقطع في إيدي، فزعل مني الربيطة وقال لي أسيب الدير، وأنا سبت العالم يا أبونا وما قدرش أرجع له تاني، فقلت الأم أنطونيوس ممكن يقبلني. وأنت يا ابني قعدت قد إيه في دير الأنبابونة؟ سنتين. وأنت عندك كم سنة دلوقتي؟ يجي 30 31 حاجة زي كده. وانت منين يا نجيب؟ واهلك يا ترى في حد معاهم بيرعاهم ولا انت وحيد؟ انا من زرابي دير المحرق وابويا اسمه شحات. طيب يا ابني احنا نشوف ارادة ربنا، ان كان رايد لك الرهبنة هتقعد معانا ونختبرك وربنا يرشدك ويرشدنا للصالح. احب عليك يا ابونا، ربنا يقبلني ويجعلني ابن القدس. يا ابونا انت روح مع ابونا دلوقتي. يا ابونا. نعم يا ابونا. خدوا معاك. روح معاك. روح معاك. روح معاك. روح معاك. اتفضل. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع الملك الملك والمجد للأبد. أشكرك يا رب. بقى انت يا نجيب خلاص هتلبس لبس الرهبان وتكون واحد منهم؟ أنا مش مصدق. يا ود انت ما تستحقش حتى تخدمهم وتشيل مطرح منهم ولا حتى تاكل ولا تنام مكانهم، تصبح في يوم وليلة كده زيك زيهم، لو يكون موجود لمبة برقام كمان. أشكرك يا رب على محبتك ونعمتك، أنت يا رب عارف اشتياق قلبي، احفظني وارشدني وقويني وساعدني أسلك بنجوة القلب طول أيام حياتي، ثبتني وامسك إيدي ومشيني في طريق القديسين اللي حبوك من كل قلبهم. أشكرك يا أبويا أنطونيوس لأنك قبلتني كيف ما قبلت أبونا بولس البسيط وصار من تلاميذك. يا سلام، يا ريت نكون لو كد ضفر من رجليه، لكن أنا خاطي وعبد بطال يا أبويا. يسطوس راهب على دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر. آمين. آمين.
الكتاب المقدس يا أحبائي بيقول يشبه ملكوت السماوات تاج اللآلئ، بيبحث عن اللآلئ الجميلة، ولما وجد لؤلؤة غالية جدا وكثيرة الثمن ذهب وباع كل ما عنده واشتراه. يقول الكتاب أيضا ادخلوا من الباب الضيق. الرهبنة أبهات عظيمة جدا، والراهب الشاطر هو اللي يسلك الطريق بجد، جد في حياته، جد في علاقته الخاصة بربنا، جد في جهاده الروحي، جد في علاقته بإخواته الرهبان، جد في قيمة الوقت يقدره، لأنه كل شيء في عين الراهب مقدس، ولأنه أصبح ضمن القطيع السماوي يسلك كالسمائيين وهو على الأرض. عشان كده الرهبان تسموا بالملائكة الأرضيين أو البشر السمائيين. فلنسلك يا إخوتي كما يسلك الملائكة، ونحب الرب ونخدمه بكل قوة وهمنا ونشاط. عامل في حاله كده ومبهدله يعني، وازاي الناس بيعرفوه باي هيئته دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد انت راهب ولا لا. بالذمه يا جدع
انت مش فاهم حاجه. دي حاجه بتاعت ربك. يعني هو كان حد يعرف يوسف قبل ما ربنا يختاره؟ لا. حتى عندك كمان موسى اللي كان لسانه تقيل ومع ذلك ربنا اختاره عشان يوصل شريعته وصيال شعبه. وداود، داود اللي كان اصغر اخواته وكان الا كده ومع ذلك ربنا عمل بيه عمل كتير. هنروح بعيد ليه؟ الست العذراء ام النور، البت الغلبانه اللي ربنا اختارها عشان تبقى للمسيح، تبقى ام المسيح مخلص العالم كله. بص يا جدع، ايوه عايز اقول لك ان دي حاجات مش من صنع بني ادمين، ده عمايل الاب السماوي. ملكوته يجي على غفله وروحه تدي مين ما تحب، لان نعمه ربنا بتشتغل في القلب النقي النظيف البسيط يا ابونا. ومفيش حد يعرف قلب ابونا يسطس اكتر من اب اعترافه مننا، عشان هو بيقعد قدامي وبيحكي لي كل حاجه حتى في لحظات صمته بلاقي ربنا كفايه كلام يا جدع. يلا نمشي. كفايه كلام. اتخبونا. اهلا. السلام يا اتخبونا. السلام والنعمه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابونا. عاملين ايه في الدير؟ مبسوطين؟ الحمد لله، ربنا معانا وبركه الانبا انطونيوس ما بتسيبناش ابدا. ان شاء الله دايما يا ابونا. انا جاي اخد بركه الدير، وجاي ومعايا في العربيه شويه حاجات كتير علشان الدير يا ابونا. خير ربنا كتير، يعني احنا مش محتاجين قوي يعني. لا يا ابونا، لا 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 لا، حاجات هتعجبكم ان شاء الله. يا ريت تبعت اي حد يشيل الحاجات من العربيه، الحاجات كتير قوي، وبعدين ان شاء الله هتكون كافيه جدا لاحتياجات الدير ان شاء الله. ابونا في ايه يا ابونا؟ لو كانت عندك لحالك يا ابونا. في ايه ده ابونا يسطس؟ ده البركه بتاعت الدير. بركه؟ امشي معايا. انا ابونا بالراحه ابونا، رقبتي اتخلعت يا ابونا. في ايه؟ ارجع يا ابني عن اللي انت فيه، ربنا بيحبك ومستنيك. توب احسن لك. اتوب عن ايه يا ابونا؟ بقول لك توب عن النصب والغش واكل حاج الغلابه، ما عاد عن طريق الشيطان، وكفايه عليك مرضك. اقول كمان؟ لا لا يا ابونا، ما تقولش يا راجل كأنك انت كنت بتقرا في كتاب مفتوح. توب احسن لك. ايه الراجل ده؟ ايه الراجل الغريب ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. ازاي الراجل ده عارف حاجات محدش كان ممكن يعرفها عني ابدا؟ ايه ده؟ يا ترى كل الاباء الرهبان عندهم نفس المواهب؟ لا 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 لا، ده انا كده حياتي بقت مكشوفة ومعروفة. يا نهار اسود، ده انا كده اتفضحت. ايه ده؟ انا خايف من الرهبان، واعمل لهم حساب، ومانيش خايف منك انت يا رب. يا رب سامحني بقى، سامحني واعفي عني. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ابونا يسطس ضايقك؟ زعلك في حاجه؟ لا 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 يا ابونا، لا ابونا يسطس ما ضايقنيش ولا زعلنيش ابدا. بس تعرف يا ابونا،
ابونا يوستوس ده مش راجل بركه بس. لا ابونا امال في ايه بس؟ ده راجل قديس. بسرعة شوية بسرعة شوية لهناك اتحرك يلا سيدي انت اتحرك شوية. بس هدوء، ايه الهيصة اللي انتوا عاملينها دي؟ ثانية واحدة هندي ابونا واجيبكم. يعني كان لازمته ايه الدير اللي في اخر الدنيا ده؟ لازمته ايه ازاي بس؟ احنا مش جايين عشان ناخد بركة الدير والرهبان والاباء القديسين من قلة الأديرة في مصر. لازم تجيبينا في آخر الدنيا وبعدين زمن القديسين خلاص انتهى. ما انتهاش ولا حاجة، لسه القديسين موجودين وربنا كل يوم بينور لنا نور واحد منهم عشان نعمل زيه. بعدين لكل شيء تحت السماء وقت. طب شوريلي على قديس واحد من انت تتكلمي عليهم ده. عندك هنا في دير الأنبا أنطونيوس في قديس عظيم مفيش ناس كتير تعرف عنه، بس هو فعلا قديس. ويطلع مين ده بقى؟ أبونا يوستوس الأنطوني. يوستوس بتقول يوستوس؟ الكلام ده مفهوش هزار، بعدين ده قديس عظيم. بطلي بقى الطريقة اللي انت بتتكلمي بيها دي. طيب طيب، بس من فضلك ما تجيبي السيرة دي تاني. ويا رب يعدي اليوم ده على خير. سامحني يا أبانا، أنا كنت غلطت في حقك. هسامحك عليه يا جدح، وما كنتش تفك فيا أما لا تفك فيه. أبونا سلام يا أبانا. مرحبا. ازيك يا أبونا؟ أهلا يا دكتور جورج. الحمد لله على السلامة يا دكتور جورج. يا أجدع دكتور. ما تعرفش يا أبونا ألاقي أبونا يوستوس فين؟ ربنا يعوضك. ابونا يوستوس انا تخيلت بيه. انت عايز ابونا يوستوس في ايه؟ محتاجه في موضوع مهم جدا، ربنا يعوضك يا ابونا. ابونا يوستوس ممكن تلاقيه في جنينه الصخره اللي قدام قصر الضيافه، او ممكن تلاقيه قاعد عند عين الميه. شكرا يا ابونا، اذكروا نفس الوقت كده. ربنا معاك. الانبا أنطونيوس يحفظك. يا ترى تقدر تساعدني وترشدني يا ابونا يوستوس؟ اسافر بره البلد ولا استنى وأكمل رسالة الدكتوراه؟ يا رب يا رب اختار لي الصالح وادي نعمة في عين أبونا يوستوس. أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبونا. نورت كتير وإن شاء الله ناخد بركتكم. معلش الطريق كان طويل عليكم شوية، بس إن شاء الله تنبسطوا معانا هنا في الدير. دلوقتي هتتفضلوا في الدير، هنوريكم المغرفة وهتناموا فين، وإن شاء الله تنبسطوا. سلام يا ابونا. الساعة كام للوقت؟ الساعة يا ابونا 4. الساعة 4:30 يا ابونا.
الساعه كام دلوقتي؟ بص يا ابونا انا جاي لك في مشكله كبيره جدا مش لاقي لها حل. الساعه كام دلوقتي؟ انا عايزك تصلي لي عشان خاطر. الساعه كام دلوقتي؟ هو يا ابونا كل ما اجي اتكلم معاك تسال على الساعه كام؟ تسال على الساعه ليه؟ هو وراك الديوان؟ لا يا ولدي ما ورايش الديوان، انا ورايا السما. انت مشغول بالارض واتعابها ومشاكلها، بس يا ولدي لكل شيء تحت السما وقت. الساعة كام دلوقتي؟ يا ابونا يا ابونا اسمعني بس هحكي معاك. في ايه؟ بقول لك يا ابونا يوسف اهو. ليس التلميذ افضل من معلمه، ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يصير كمعلمه، والعبد مثل سيده. ان كان وقد لجبوا رب البيت ببعل زبول، فكان بالحريال بيته، فلا تخافوا مش بالوساخة. الجداسة بنجاوة الجد. بس أنا يا ابونا سنة خاطية، سنة مستهترة، سنة ما يهماش في الدنيا غير اللبس والضحك واللعب وبس. أنا فعلا سنة مش كويسة يا بنتي. ما حدش فينا كويس من نفسه، كلنا محتاجين رحمة ربنا. بس أنا يا ابونا ما استاهلش رحمة ربنا. ياكي فاكرة عشان أنا راهب أبقى أحسن منك؟ لا، الطريق الضيق له صلبان كتيرة، والكل واحد صليبه، وربنا عايز الكل وما عايزش حد يبعد عنه واصل. هتبكيلي ليه يا بنتي على حالي؟ أقول لربنا إيه؟ كل اللي قدرت عليه اللي تعلمت السكوت. يا بختك يا بنتي، وانتي قاعدة فاتحة قلبك لربنا كده. يا ريتني كنت عارف احكي واقول زيك. ابونا تفتكر ربنا هيقبل توبتي؟ نشكر الله نشكر الله نشكر الله. Thank you.
بالكلام سهل، مش بالكلام، مش بالكلام القلب يطلع للسما، ولا باللسان اقدر اقرب من يسوع. اوقات انا ببقى ساكن بس بحس ان سكاتي اقوى من الدموع. ساكت بس جوا قلبي كلام كتير وربي سمعه من غير ما اقوله. قلبه نبع من الحنان، مش بالكلام، مش بالكلام، لا مش بالكلام. خلاص نويت يا ابونا؟ نشكر الله. طيب يا ابونا يا ترى هتتاخر ولا هتحن وتعاود بسرعه؟ نشكر الله. ربنا معاك يا ابونا. طيب خد يا ابونا اسمع، دول 20 جنيه لزوم السفر يا ابونا. يا ابونا يا ابونا هتحتاجهم يا ابونا، خد خليهم معاك حافظ عليهم. يلا يا ابونا. نشكر الله. نشكر الله. ارجع بالسلامة يا ابونا. سلام يا ابونا، مع السلامة.